عقد مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري في القاهرة برئاسة سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس مجلس الأمناء رئيس البرلمان العربي. نعم، في بداية الاجتماع وقف مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان دقيقة حداد على شهداء الواجب من قوة دفاع البحرين الذين استشهدوا خلال تأدياتهم للواجب الوطني المقدس ضمن قوة التحالف العربي المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية. أكد العسومي إدانته للعمل الذي خلف عددا من الشهداء والجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين الذين دفعوا بحياتهم ثمنا ودفاعا عن الأمة العربية والإسلامية، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لجلالة ملك البلاد المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وللقيادة العامة لقوة دفاع البحرين ولشعب مملكة البحرين. لا ننسي العمل المدان الذي خلف استشهاد ضباط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم الواجب الوطني المقدس ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وعادة الأمل الذين دفعوا حياتهم ثمنا ودفاعا عن الأمة العربية والإسلامية، داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة واسكنهم فسيح جناته. واسمحوا لي أن أدعوكم للوقوف دقيقة الصمت وقراءة الفاتحة لأرواح جميع من فقدناهم.